يعني ترك الحربي شباب، طلال العنزي شباب، بوهدي العالمي شباب، كلهم شباب ترى، ونتاشا شباب يعني او شابه يعني، كلهم من جيلنا يعني. عموما النقطه الثانيه، انا اللي ذكرتهم ترى هم على سبيل المثال، انا في اشخاص كثر قاعد يدعمون ويخدمون النصر، لكن انا ضربت مثال لان هالاشخاص تحديدا لما يكتبون خبر او يعلقون على موضوع معين دائما يعني يرسلون لنا، دائما يزودوننا باي خبر جديد، اي معلومه، اي. فانا ذكرتهم من باب الانصاف لتواصلهم مع برنامج الديربي لا اكثر ولا اقل، لكن هذا مو تقصيرا في الشباب اللي قاعد يدعمون، ولا تقصيرا في اخونا ابو زياد الله يعطيه العافيه، رجل نصراوي خادم للنصر، اتمنى مخرجنا ايضا يحط حسابه بعد حتى ندعمه، يستاهل ابو زياد. نتمنى للتوفيق من الشباب اللي نعتز ونفتخر فيهم، فلا يزعل، لا تزعل يا فواز، ولا يزعل ابو زياد، وكل النصراويه على راسي، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، ونتمنى حضورهم اليوم في مباراه الباطن والنصر. وما عليه يا اخوي عبد العزيز مدلول، لو واحد هلال يدزلك ما تحط حسابه؟ لا انا صادق استغرب من العزيز، يعني لا طبعاً. قاعد يرد على تغريده محطوطه بتويتر، خذ تقريبا الحين تقريبا دقيقه دقيقه ونص، ثلاث دقائق ماخذ حاسبها، والهلال فاز على الزمالك وخذ كاس سوبر، حتى ما بارك لي اصلا. خلي روحك رياضيه ابو سعيد، فزت بذراعك بنتيات ركلات ترجع زين، مو فوز هذا؟ لا مو فوز طبعا. والله مو فوز. الكاس وين راح؟ مو فوز والله. الكاس وين راح؟ ليش ما فزت بالوقت الاصلي؟ جاوبني. فريق قدامك محترم، فريق ليش ما فزت بالوقت الاصلي؟ قاعد اقول لك فريق محترم قدامك، ولكن بالنهايه من اللي فاز؟ بنالتيات ضربات الحظ، حطها بالخزينه. بس انت المفترض يعني بارك لي عزيز، يعني فوز بالوقت الاصلي، قول مبروك، قول مبروك، ما لك ذراعك، قول مبروك. شوف انت مرات النصر ترى في بارك لك، ما تحسب تعادل، طبعا تعادل، خلاص يبارك لك، تعرف صح، مبروك يا تو صاحب عبد الله.